السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني وين على هذا، هذه آخر حصة على هذا الشيكور. هذا الشيكور لو نعود انت المواطن وانا وكاع، لو نعود إلى لغة العقل، كون عاود نولو لغة العقل الذي يحتاج باش نقدروه وباش نعطوه قيمة في هذا الوسط الاجتماعي تاعنا، وهو المعلم أولا، ويجي الطبيب ويجي المعلم، ثم يأتي مثلا تحية لكل بروفيسور وطبيب وين يسهر الليالي لكي يجري عملية جراحية، يعني وين شاهدنا وين يعني للتشريح، يعني يقولوا باللي طبيب وين يسهر الليالي لكي يجري عملية جراحية لتشريح القلب المفتوح وينقذ حياة الناس من الموت. أما كرة القدم وأنتم اللي بيتردونا باللي هذو مكاش، احنا الوطنية ما نعرفوهاش، ومكاش هذو الوطنية ما نعرفوهاش، هذه هي. وين أما أنتم وكرة القدم فهي لا شيء، وأنتم كلاعبين تخدمون أنفسكم وأرصدتكم البنكية، لا غير ولا فائدة للشعب منها. هذه نقولها لكم ونعاودها لكم. صحيح أن هذا الشيكور يعني وين سجل 41 هدف، أمام من؟ حسابات ضيقة، أمام حسابات ضيقة. نقول بلي حسابات ضيقة، كي نقول حسابات ضيقة راني عارف يعني كاين حسابات يعني مع تصفاوت، ماشي اللعابة، لا ماشي اللعاب، كاين حسابات ضيقة مع تصفاوت ومع باش يكون على بالكم. وين جعلنا الهدف، يعني كان الهدف وين هذا المدرب فضل والذي نسى تحضير مباريات وإيجاد حلول تحسبا للكان والمباراة السد، وراح يركز على إقحام الشيكور أمام موريتانيا، جيبوتي، نيجر، بوتسوانا وغيرها من المنتخبات الضعيفة من أجل تحطيم رقم تصفاوت، فتحطم المنتخب في طريق تحطيم هذا الرقم. يعني مدرب كان يحوس باش يحطم رقم قياسي تاع الطليان، ويحوس يحطم رقم قياسي تاع تصفاوت، تاع شينا متحطمين كاع. هذه باش يكون على بالكم برك، حتى كان اللي راه من الناس يقول لك لا ما تنساش ما والو، ما كاش لا رجوعه، كان منا لمليعه صاي مركبون. وزيد باش نقول لكم حاجه، ناس اللي راهم يحوسوا يقلعوا بيقلع تاريخ تاع بلومي، لان الاخضر بلومي نقولها ونعاودها، الاخضر الناس بيضروك بيحوسوا يقعدوا يلعبوا هذا سليماني هذا، وهذا المدرب يحوس يلعب في بلوم في سليماني باش يحطم الرقم القياسي تاع المشاركه تاع الاخضر بلومي بكل طرق، لان الاخضر بلومي نهار اللي يصوروا استاد الاخضر بلومي وطني، ما غاديش يهدر في بلاده. سي محمد الاخضر بلومي وطني، الاخضر بلومي ما يهدرش في بلاده، خاطر عارف بلي الكلمه تاعو غادي تمشي. الاخضر بلومي قال لي خلونا مصطاد، خلونا مصطاد، رانا اصطاد خاسر، رانا نربحو بثمانية، اصطاد الشباب والجمهور خسرنا، إليميني كوب دي موند. بلومي وين الناس دروك يتحوس تحطم الرقم القياسي عدد المشاركات تاع الاخضر بلومي، ونسينا بلي عندنا كوب دافريك 2024 2026 2025 و2026 كوب دي موند. خدت عليه بهذا المنتخب، خدت عليه كانت باينة، يلعب مين ما يسيبهاش للبيع، يدخل محرز ويدخل بلايلي ويدخل، كانت باينه اخويا، حنا كنا عارفينها. قالت انا هدرتها ما بين الميطو والميطو، قلت لكم يا ودي غادي من 60 دقيقه 70 دقيقه غادي نشوفوا الدعوه اللعابه يدخلوا. بصح هذ اللعابه اللي راهم يدخلوا غادي يكونوا في نفس العطاء في التصفيات كاس العالم، غادي يروحوا 10 يكونوا في نفس العطاء تاع التصفيات كاس العالم، ها لازم تخطط لها، رانا موليين واحرز روحك.
لكن نعود نولو لهذا الشيكور حديث بعد وين صحيح هذا ماركة 41 ومنه بزاف صوالح، لكن سقطاته المتكررة تقزمه أمام الجزائريين. مش خلينا تاع مباراة لذيذة، خاطر أنا عمري مباراة لذيذة شتها مباراة لذيذة، سمحوا لي والله العظيم مانيش نستهزأ بالناس كيفاش يصرحوا، بصح مباراة لذيذة ما كاش خويا، اي سمحوا لي يا. قلتها وأعيدها، كان من المفروض أن تعتذر وتنهي القصة كلية، لكنك ارتكبت خطأ أكبر. كلما يعني كلمة الشارع لا تقال في البيوت الجزائرية، لكنك أدخلتها لنا عن طريق جلد منفوخ وفي مباراة مملة. وين كان لي كان فستاد قال لي رقدت، كان فستاد رقدت قال لي كنت عاي منا ودي بلاسمو منا منا. هذا خونا إسلام هذا من البليدة، وين راح دي بلاس أو كلش، وتحياتنا ليه من ناس بليدة فانيك. راح قال لي من البليدة، قلعت للسطار، قال لي كنت عاي، قال لي رقدت قال لي تل دوزيام ميترو، قال لي كذبتها في 50 دقيقة وقيل المسير، قال لي من 25 دقيقة بريمير ميترو قال لي رقدت، قال لي والله لا رقدت. وين كانت مملة وجابت النعاس لبعض الناس أكثر من شيء آخر. كرة القدم مفروض تكون ترفيهية، لكنها عندنا أصبحت دراماقية، أصبحت شعبوية. والهدف المنتخب لا يعني أن تطفي علينا، يعني تطغى علينا ولا تطفي علينا الضوء. طغاش علينا، ماركيت أمام منتخب مكلاسي 120 في المون. نحن من حديثا وين كاين الناس اللي ساندوك طيلة مسيرتك، وأشاد باجتهادك وصمودك في أوروبا، ودفعنا عنك أثناء من مشاكلك مع مختلف الأندية، كانت دائما فخر لنا، فخرنا أتاكم من عن نفسك، خاصة أنك خريج من مدرسة محلية، ولا طالما دفعت يعني وين دفعنا. وين أنا واحد من الناس كنت نقول يا ودي لازم نفتحوا، لازم نديروا كتاب على مسيرة تاع إسلام سليماني، كيفاش قلع من بوان مور من نقطة الصفر، وجينا مقلع بها وين وصل، وتادو أعطوها المدارس يعني وديروا بصح. لكن هذا السقطات تاعكم والتعجرف تاعكم والتكبر يعني وين يخليكم دائما صفر، يخليكم دائما صفر. رغم بالنسبه لي انا نتوما راكم بوبيات عندي انايا، ما روحتوش كوب ديمون جاو الرجاله من داوها لكم بوبيه، باش واحد يجي يدي لك حاجه من داخل دارك وانت تشوف يعني ما كاش رجوليه. واحد يدخل دارك يرفد لك حاجه تاعك، واحد في دارك يبدلك يديك بريكة يديها لك تغيظك. إلا كنت في مير، يديلك بريكة تتنرفى على بالك تولي تعاير. واحد يديلك بريكة دير هكا تفكر بلي تتنرفى تولي تعاير. دي بوا صاحبك يديلك بريكة تعيط له في التليفون، علاه تقول له رب علاه على دي علاه تتنرفى وحدك بريكة. بصح انت هو اللي يمثل 45 مليون جزائري. جات الرجالة هنايا دقتكم وراحت بسبب الغرور تاعكم. جاو الرجاله دقوكم هنا وراه بين صفق عليك، انا والله ما صفق عليك، ودو كان يدي ينقطعوا كاع بقاك حاسب انا اصحاب مباراه لذيذه. راهي بينت شكون اللي راهم يكومونتو لكم وشكون اللي راهم معاكم. 15000 امراه هذو اللي دخلوا بلا رخرين ولا. انا نقول لك لا مزيان الدخول الجامعي، مازال مزيان تاع التعليستو ما كانش يقراو. كانوا يقراو اودي والله العظيم ما كان الراجل ما كان يدخل كاع يا ودي، والراجل ما يروحش كاع. راجل نروح انا نصفق على في مباراه تاع 100 مكلاسيه 120 في الموند وفرحان. والله ما نفرح كاع، والله ما نفرح، والله الفرحه تاعي كوب دي موند. واقع غلط باك بيت عشيلي نتايا بارتية هذه وتخرجوا نورمال متحشموا، نورمال كل مباراة تحشموا.
نورمالمون تحشموا، نورمالمون تحشموا، والله لا حقكم تحشموا، انا نقول لكم والله عيب عليكم، دخلكم لي بريساكم لا عيب عليكم. لا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو باش تعرفوا الحقيقة، ودايما معكم الحقيقة. صحيت وربي يحفظكم.